بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي طالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية مدرسة المجتمع الخاصة للبنات. اللغة العربية هي لغة الحضارة الإسلامية، فلغتي هويتي. كيف أحافظ على سلامتي وسلامة أصدقائي للوقاية من فيروس كورونا؟ يمنع مشاركة الطعام مع شخص آخر، يمنع مشاركة أي أدوات مع شخص آخر، الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، غسل وتعقيم اليدين بشكل دوري. في حصة اللغة العربية لسلامة معلوماتكم وفهم الدرس جيدا، انتبهي لمعلمتك، استعدي وضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم، واجلسي جلسة صحيحة، انطلقي وشاركي وأجيبي عن الأسئلة. رؤية الوزارة: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية. هيا نستمع إلى رؤية المدرسة. رؤية المدرسة: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. انظروا معي إلى هذه الصورة، إنها صورة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. قيمتنا الأسبوعية تتحدث عن صفة الإخلاص. فالإخلاص فعل خفي لا رقيب له إلا الضمير. الإخلاص مفتاح لقبول الأعمال، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قال ابن القيم رحمة الله في الفوائد: العمل بغير إخلاص والاقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. حكمتنا اليوم: الإخلاص ثمرة اليقين. رسالة الوزارة: تنظيم ودعم فرص تعلم ذات جودة عالية لكافة المراحل والمستويات، وذلك بهدف تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لأفراد المجتمع القطري بما يناسب إمكانياتهم وقدراتهم ووفق القيم والاحتياجات الوطنية. التهجئة: مكافأة. ميم كاف ألف فاء همزة متوسطة على ألف تاء مربوطة. الأمانة: ألف لام همزة على ألف ميم ألف نون تاء. التدريب العلاجي: هيا حبيباتي افتحوا دفاتركم في قسم التدريب العلاجي وابدأي بكتابة هذه الكلمات. أتقدم. الأرفع. أتقدم. الأرفع. طموحي. يمضي. درسنا اليوم هو درس القراءة وله أعمل، الجزء الثالث: معايير القراءة الجهرية. مخارج الحروف يجب أن تكون مخارج الحروف سليمة، نقرأ بصوت واضح ومسموع، سرعة مناسبة بين الوقف والوصل، استخدام النبرات الصوتية والطلاقة في القراءة. هيا بنا نقرأ هذه الأنشودة معا. إنها أنشودة الشاعر قحطان بركدار، أديب وشاعر سوري، ولد عام 1977. صدر له عدد من المجموعات الشعرية والقصصية للكبار وللأطفال، ومن دواوينه الشعرية في مجال أدب الطفل: ومن نغم إلى نغم، نحو الأفضل أسعى قدما، وأطور نفسي أتقدم، وطموحي يكبر في قلبي، وله أنا دوما أتعلم، أطمح أن أغدو في وطني، ممن يبني ممن يصنع، ينفع كل الناس ويبقى، يطمح يمضي نحو الأرفع، لن أبقى أبدا بمكاني، بل أنظر نحو المستقبل، وطموحي يزداد ويقوى، وله أسعى وله أعمل، في أي مجال في الدنيا نتعلم نبني الأمجاد،
نترك بصمتنا واضحة خيرا وعطاء ورشادا. ما المعنى العام لهذه القصيدة؟ أحسنتم، إنه بالطموح والعلم والعمل يتحقق المجد للفرد والوطن. هيا نستمع إلى الأنشودة مرة أخرى. وله أعمل نحو الأفضل أسعى قدما، وأطور نفسي أتقدم، وطموحي يكبر في قلبي، وله أنا دوما أتعلم. أطمح أن أغدو في وطني ممن يبني ممن يصنع، ينفع كل الناس ويبقى يطمح يمضي نحو الأرفع. لن أبقى أبدا بمكاني، بل أنظر نحو المستقبل، وطموحي يزداد ويقوى، وله أسعى وله أعمل. في أي مجال في الدنيا نتعلم نبني الأمجاد، نترك بصمتنا واضحة خيرا وعطاء ورشادا. نبذل جهدا وبإحكام نتعب في تحصيل العلم، نخطو وبنا أعلى ثقة بنجاح يلمع كالنجم. سيظل طموحي متقدا في قلبي يا صحب وروحي، وبصدقي في عملي دوما سأحقق لا ريب طموحي. وبعد أن استمعنا إلى الأنشودة نبدأ في دراسة الجزء الثالث من هذا الدرس. ماذا تمنى الشاعر أن يصبح كما فهمت من أبيات القصيدة أمس؟ لن أبقى أبدا بمكاني، على ما يدل هذا التعبير؟ هل على السعي بإصرار نحو الهدف أم الاعتماد على النفس في تحقيق الهدف؟ أحسنتم، إنه السعي بإصرار نحو الهدف، بما شبه الشاعر الطموح في البيت السادس. وطموحي يزداد ويقوى، أي أنه يزداد ويقوى. التدريب العلاجي. الأفضل يبني قدما، يبقى ما المجالات التي دعا الشاعر للعمل فيها لبناء وإعادة الأمجاد؟ أحسنتم، إنها العلم والعمل. ما شعور الإنسان إذا عاش بدون عمل؟ إنه لا يكون للإنسان هدف ولا رغبة في الحياة دون العمل. ما الذي يوحي به قول الشاعر نترك بصمتنا واضحة؟ الحرص على التميز وترك الأثر. نخطو وبناء أعلى ثقة، الثقة بالنفس والفخر بما يفعل. هات مضاد كلمة نبني ثم وظفها في جملة من إنشائك. ما معنى كلمة بصمة في جملة الأم لها بصمة واضحة في تربية وإصلاح أبنائها؟ أحسنتم، أي أن الأم لها أثرا واضحا في تربية وإصلاح أبنائها. هيا نتناقش في الأبيات التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. نبذل جهدا وبإحكام، ما مرادف كلمة بإحكام؟ أحسنتم، أي بإتقان. نخطو وبنا أعلى ثقة، نخطو أي نحرز تقدم بنجاح بتفوق. سيظل طموحي متقدا، متقدا أي مشتعلا. وبصدق في عملي دوما سأحقق لا ريب طموحي، لا ريب تعني لا شك. افتحوا الكتب صفحة 81 إجابة السؤال رقم جيم.
ذكر الشاعر في القصيدة وسيلتين من الوسائل التي تعينه على تحقيق طموحاته، فما هما؟ هيا نفكر معا ونبدأ بالإجابة على السؤال رقم جيم. الوسيلة الأولى هي السعي، فبدون السعي على تحقيق أهدافنا لا يستطيع الإنسان الوصول إلى هدفه. الوسيلة الثانية هي الصدق في العمل، فمن يصدق في عمله يصل إلى هدفه. هيا بنا نفتح الكتاب أيضا صفحة 80. السؤال رقم 2، املأ الجدول الآتي بالمضاد من فروع الشكل التالي الملون بالأخضر، ثم ضعه في جملة مفيدة من إنشائك. يبني عكسها مضاد الكلمة أي عكسها. يبني يهدم، يهدم العامل البيت القديم. ثقة مضاد كلمة ثقة، هل هو يشرق، ينطفئ، يقلل، يقين، شك، ضعف؟ أحسنتم، فالثقة مضادها الشك. يجب التحقق من الأمر قبل الشك. هيا ننتقل إلى الكلمة الثالثة، يلمع مضادها ينطفئ. ينطفئ نور الشوارع ليلا. فلنقم بإجابة السؤال رقم 3، ما هو التشبيه؟ التشبيه هو أن نشبه شيئا أو شخصا بشيء آخر. خالد كالليثي في الشجاعة، فقد قمنا بتشبيه خالد بالليثي أي الأسد في شجاعته. إذن المشبه هو خالد، المشبه به هو الليث. قد قمنا بتشبيه خالد بالليث. أداة التشبيه هنا هي الكاف. وجه الشبه هو الشجاعة. هيا نطبق ما تعلمناه. أجب عما يأتي. فلنفتح الكتاب المدرسي صفحة 83. وظف الشاعر بعض الكلمات الرئيسة التي توضح معاني وتبرزها. اذكر 3 كلمات مفتاحية رئيسة وردت في القصيدة. فالكلمات المفتاحية هي الكلمات الرئيسة التي تدل دلالة واضحة على ما يحتويه الموضوع من أفكار. نجد كلمة طموحي تعني أنني أطمح، وكلمة أتعلم أي نتعلم، هي مفتاح للتعلم. وكلمة أعمل هي مفتاح للعمل. ما الذي تحتاجه الأوطان كما فهمت من القصيدة؟ فكروا معي. أحسنتم، تحتاج إلى العمل المبني على العلم. ننتقل إلى السؤال رقم 7، صفحة 83، بما شبه الشاعر النجاح الذي يطمح إليه في البيت العاشر، وعلى ما يدل هذا التشبيه؟ فلنقرأ البيت العاشر ثم نقوم بإجابة هذا السؤال. أحسنتم، لقد شبه الشاعر العمل أو النجاح في هذا البيت بالنجم، ويدل هذا التشبيه على أن النجاح والتفوق متميز وبارز كالنجم اللامع. ننتقل إلى صفحة إلى السؤال السادس، ما الذي نستنتجه مما يأتي؟ الإكثار من استخدام ياء المتكلم في القصيدة يدل ذلك عن التعبير عن نفسه بثقة وإصرار. الإكثار من توظيف الفعل المضارع في القصيدة يدل على اهتمام الشاعر بالعمل في الحاضر والمستقبل، أن الفعل المضارع يدل على زمن الحاضر والمستقبل لتحقيق طموحه. ما هو مفهوم القافية والإيقاع بشكل مبسط؟ فالقافية هي المقطع الذي ينتهي به البيت الشعري، ويسمى الحرف الأخير فيها بحرف الروي،
وأبين لهم الروي والقافية كمثال توضيحي. حرف الروي هو نهاية كل بيت. كيف نبني الأمجاد كما فهمت من الشاعر؟ بالعلم والعمل. ما البصمة التي يجب أن نتركها بعدنا؟ يجب أن نترك سيرة طيبة وعطرة وعلم ينتفع به. بما شبه الشاعر النجاح الذي نحققه بالنجم الذي يتلألأ؟ ننتقل إلى السؤال صفحة 82 رقم 5، وهذا السؤال متروك للطالبة. أي أبيات القصيدة أعجبك مع بيان السبب؟ تكتبين البيت والسبب الذي أدى إلى إعجابك بهذا البيت. هيا قومي يا حبيبتي بمساعدة ساعي البريد في توسيع الرسائل على الصناديق الآتية ليوصل الكلمة بمرادفة. السؤال رقم 1 صفحة 79. مسرعا أي متقدا، شكا أي ريبا. هيا نقرأ هذا النص ثم نجب عما يلي. إن الإنسان بطبعه يسعى دائما نحو الأفضل ويطمح إلى النجاح والتقدم الدائم إلى الأمام، وهذا ما يحفزه لتطوير نفسه. وإليك تعليمات تساعدك في تحقيق أهدافك بالشكل المطلوب. لا تنظر إلى الوراء وثق بنفسك، فتجاهل الفشل وركز على الحاضر. انجز مهامك في الوقت المحدد لتشعر بالرضا والإنجاز. ركز على هدف معين، لأن التركيز على هدف معين يجنبك التشتت، وبعد إنجازه انتقل إلى الهدف الآخر. لا تتوقف عن التعلم وقراءة الكتب لمواكبة التطور. ما نوع هذا النص؟ إنه نص تعليمات. وما نوع نص وله أعمل؟ إنه نص شعري. ما الفكرة العامة من النص؟ هي الحرص على العمل والتطور للوصول إلى أهدافنا. هل هناك تشابه بين فكرة النص ونص وله أعمل؟ نعم، النصان يحثان على التطور والعمل من أجل الوصول إلى أهدافنا. ما نوع الضمير المستخدم في قصيدة وله أعمل؟ أحسنتم، إنه ضمير المتكلم، فالشاعر يتكلم عن نفسه. قارن بين النص السابق وقصيدة وله أعمل وفق الجدول الآتي. موضوع النص إرشادي، وقصيدة وله أعمل أيضا قصيدة. الشكل هنا نثر، أما الشكل هنا أبيات شعرية. العاطفة والمشاعر، يخلو النص من العاطفة والمشاعر، أما قصيدة وله أعمل تعتمد على مشاعر الأمل والحب للوطن. نوع الضمير المستخدم في النص الأول هو ضمير المخاطب، أما في النص الثاني هو ضمير المتكلم. التعبير والمشاركة. والآن حبيبتي جاء دورك، فلتقومي بالتفكير في إنجاز عمل مميز تسعي إلى تحقيقه من أجل وطنك، ثم عرضيه أمام زملائك في الصف. اكتبي رسالة لأحد أصدقائك تحثيه من خلالها على التعلم وبذل الجهد لتحقيق آماله وطموحاتك من أجل نفع نفسه وخدمة وطنه. هيا نسترجع معا مهاراتنا اللغوية. هيا نقرأ هذه الأبيات ثم نجيب عما يليها. نبذل جهدا وبإحكام، نتعب في تحصيل العلم، نخطو وبناء أعلى ثقة، بنجاح يلمع كالنجم. سيظل طموحي متقدا في قلبي يا صحب وروحي، وبصدقي في عملي دوما سأحقق لا ريب طموحي. هيا نستخرج من الأبيات السابقة ما يأتي مفعول به، وهو اسم يقع عليه فعل الفاعل.
إذن نبحث في هذه الأبيات عن المفعول به. أبحث عن جملة فعلية تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به. أحسنتم، إنها كلمة جهد نبذل نحن. جهدا نبذل فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، وجهدا مفعول به اسما مجرورا. ما هو الاسم المجرور؟ هو الاسم الذي يأتي بعد حرف الجر. هيا نبحث عن حرف الجر في هذه الأبيات وبإحكام. إذن حرف الجر الباء، وبنجاح، وفي. هناك كلمات عديدة تقع اسما مجرورا في هذه الأبيات: إحكام، وتحصيل، ونجاح، وقلبي. حرف يدل على المستقبل، ما هي الحروف التي تدل على المستقبل؟ أحسنتم، إنها السين وسوف. إذن هنا حرف السين في كلمة فيظل، سأحقق. املأ الفراغات التالية بالكلمات المناسبة مما يأتي: الذين، التي، اللتين، اللواتي، الذين، الذي. أقدر الشباب، هذه تسمى الأسماء الموصولة. الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم. كرمت المعلمة الطالبتين اللتين حصدتا المركزين الأول والثاني. استمتعت بقراءة الكتابين اللذين اشتريتهما من معرض الكتاب. نقتدي بالمعلمات اللواتي يجمعن بين العلم والخلق معا. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.